بسم الله الرحمن الرحيم. معكم حسين أيتادي، رئيس قسم الإلكترونيك. اليوم راح نعطيكم نبذة يعني قصيرة عن القسم الإلكترونيك. قسم الإلكترونيك الذي أديره يعني من أكبر الأقسام تاع كلية التكنولوجيا، وهو كذلك من أقدم الأقسام. قسم الإلكترونيك يعني كان كثير من الطلبة تاع الجذع المشترك تكنولوجيا الذين يختارونه كاختيار أول. حوالي يعني نحن الآن حوالي تقريبا 1000 طالب موجود في قسم الإلكترونيك في فروعه الثلاثة، يعني السنة الثانية والثالثة والماستر بالسنة الأولى والثانية. تقريبا 350 طالب في السنة الثانية متوزعين على 3 شعب. شعبة الإلكترونيك وهي الشعبة الأكثر طالبا، فيها حاليا في هذه السنة فقط حوالي 157 طالب، ونحن يعني نعد أكبر هذه يعني الشعبة هي في التي فيها أكبر عدد من الطلاب بالمقارنة مع الشعب الأخرى المتواجدة ليس فقط في قسم الإلكترونيك ولكن في الأقسام الأخرى. الشعبة الثانية وهي شعبة الاتصالات تيليكومنيكاسيون، فيها الآن حاليا 130 طالب في السنة الثانية وحوالي 111 طالب في السنة الثالثة. كذلك تعد من الشعب المطلوبة من طلبة الجذع المشترك علوم وتكنولوجيا. أما الشعبة الثالثة فهي شعبة هندسة بيوطبية، فيها 57 طالب. ربما نحن القسم الوحيد الذي فيه 3 شعب مختلفة. هذه الشعب هي مطلوبة جدا من الطلبة، فيها كذلك تكوينات في الماستر. نقدر نعطيكم تكوين باغ اكزومبل في بالنسبه لشعبه الالكترونيك 3 تكوينات في الماستر: تكوين ميكرو الكترونيك، تكوين سيستم الكترونيك دي سيستم مباركي، وثالثا تكوين انسترومونطاسيون. كذلك هذو هو 3 التكوينات في الماستر من التكوينات التي تفتح للطلبه المتواجدين في الجامعات الاخرى، وكل سنه هناك توافد كبير من الطلبه من الجامعات الاخرى. عندنا ثانيا كذلك في شعبة التليكومنيكاسيون والاتصالات، كذلك عندنا 3 تكوينات في الماستر: تكوين شبكات واتصالات، وتكوين كذلك أنظمة الاتصالات. أما بالنسبة للشعبة الثالثة فعندنا ماستر واحد وهو انسترومونطاسيون بيوميديكال. قسم الإلكترونيك يحتوي حاليا على 48 أستاذ دائم بالدرجات المختلفة التي يتمتع بها الأساتذة، من صف الأستاذية، الأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين. لكن هذا لا يعني أننا نقتصر على الأساتذة الدائمين في القسم، نحن كذلك نستعين بأساتذة أخرى من أقسام أخرى مثل قسم الفيزياء أو قسم الطاقات المتجددة أو ببعض الباحثين من مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة سيديتيا. دونك عندنا أساتذة اللي عندهم خبرة كبيرة، وهذا ليخلي القسم يعني قدر أنه كل الوحدات يعني تم التدريس فيها بصفة انتظامية بدون انقطاع. تخصصات الموجودة في قسم الإلكترونيك، قلنا باللي طلب الذي يطلبه الكثير من الطلبة هو شعبة الإلكترونيك. هذه شعبة الإلكترونيك تهتم يعني بكل ما هو الإلكترونيات الذي نستعملها الآن في كل المجالات، من الإلكترونيات التي نستعملها مثلا في السيارات أو الطائرات أو حتى الإلكترونيات التي نستعملها في أنظمة الروبوتات. كذلك تعتمد على كثير من المواد الأساسية التي يجب على الطالب أن يجيدها، مثل علوم التي تهتم بالترانزستور، العلوم التي تهتم أو التي تستعمل فيها الكابتر أو باللغة العربية الحساسات. حاليا يعني الإلكترونيك هي متواجدة في كل الحياة اليومية، ولذلك فهي لها أهمية كبيرة، والطالب الذي يجد نفسه يعني مهتم بهذه الأمور
يعني نحن نرى أن الشعبات التي نقدمها في القسم الإلكترونيك هي الشعبات التي قد يهتم بها أكثر. بالنسبة لشعبة التليكومنيكاسيون والاتصالات، نجد فيها كثير من الوحدات مثل الأنظمة الهوائية، مثل كذلك التقنيات المستعملة الآن في الجيل الثالث أو الرابع، أو كذلك الأنظمة المعلوماتية بالنسبة للاتصالات السلكية أو اللاسلكية. دونك يقدر يشتغل عند زوبيراتور دو تيليفون موبيل اللي هم متواجدين هنا في الجزائر، أو كذلك الشركات التي توفر أجهزة الاتصالات المتواجدة كذلك في الجزائر. دونك هناك الكثير من الشركات التي يعني تقوم بتشغيل طلبة الذين ينجحون في قسم الإلكترونيك في هذا التخصص. بالنسبة للتخصص الثالث، دونك هو الأجهزة بيوطبية أو هندسة الأجهزة بيوطبية، فهنا الطالب يعني سوف يهتم أكثر بكل الأجهزة التي تستعمل في الميدان الطبي أو الميدان البيوطبي، من كيفية الصيانة أو كيفية يعني استعمالها وكيفية برمجتها. دونك هذو الشباب الطلبة الذين ينجحون في هذا التخصص ينجم يشتغلون عند الشركات التي توفر هذه الأجهزة، أو كذلك في المستشفيات من أجل الصيانة أو من أجل تشغيل هذه الأجهزة المتواجدة في المستشفيات الجزائرية. دونك كاين احنا حاليا يعني هناك الكثير من الطلبة اللي عملوا مشاريع شركات ناشئة. نعطيكم مثال تاع طالب متواجد حاليا في السنة الثانية. هذا الطالب قام بإنشاء شركة ناشئة وعنده لابيل تاع ستارت اب، يعني كان قدم تطبيق للتطبيق لمعالج. دونك الى بروبوزي ان ابليكاسيون بور تريتي لي ريكور دي ايتيديون، لي سي ان بلاتفورم بور تريتي لي ريكور دي ايتيديون اوسي بور فاسيليتي لا تاش دو لادمينستراسيون كي ا ايتي بروبوزي في لا فاكولتي دو ميديسين. Donc d'autres projets aussi ont été proposés cette année donc par des étudiants en master 2 donc aussi qui sont en train d'être donc menés inchallah vers la soutenance تاع تاعهم. نرحب بالطلبة اللي يختارون قسم الإلكترونيك وبشعبه ثلاثة وكذلك بالتكوينات الماستر الخمسة أو الستة. احنا هنا في خدمة الطلبة وإحنا هنا لنسهل لهم الدراسة بكل يعني الوسائل المتاحة لنا. التخصصات هذه تخصصات جيدة وأنا أشجع الطلبة على اختيار قسم الإلكترونيك. كذلك قبل أن أختتم، هناك كذلك يعني مشروع تكوين راح نقوم بفتحه السنة القادمة في السنة الثالثة، اختصاص إلكترونيك للطلبة الذين هم متواجدين في الجامعة المشترك مهندس دولة. حاليا نحن القسم الوحيد الذي يقترح التكوين جديد في التصميم الإلكتروني والذكاء الاصطناعي. هذا التكوين إن شاء الله ننتظر موافقة الوزارة، سوف يفتح السنة القادمة وهو بمشاركة مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة سيدتيا. نشكركم.